العطاء دنيا بلا حدود من شمس وقمر لحبة عنقود خيلك كل الناس من دون حدود بيبقى هالعطر وبتتبل ورود وبتتبل ورود ضلك بالفكر عايش وموجود وقت اللي عم بيمر راح وما بيعود عيش الدنيا عيش من دون حدود حبيبي ماله لون الحب بلا حدود ونحن هون لأنه موجود ما هو الكون واسع بلا حدود أهلا وسهلا فيكم بيوميات بلا حدود. اليوم رح نتعرف على دكتور رواد سمراني اللي حب يساعد سيرين بموضوع إلي مزهر الشاب اللي التقت فيه سيرين بالحلقة الثالثة من بلا حدود وأخذت على عاتقها متابعته كأنه أحد الأقرباء لإلها. اسمي رواد سمراني، أنا دونتيست والاختصاص تبعي علاج وجراحة نيري وزرع أسنان. أنا متخرج من الUSG من الجامعة اليسوعية بال 98 وبال 2002 بالاختصاص. من هيدا الوقت بعد هيدا الوقت أسسنا العيادة اللي عم نشتغل فيها مع فريق اختصاصية. نحن جروب اختصاصية كل واحد باختصاص تبعه. أنا علاج وجراحة نيري، في اختصاص تاني قطع عصب، في اختصاص تلبيس، في اختصاص استاتيك، مجموعة اختصاصات بنكمل بعضنا لنقدر كل واحد باختصاصه يوصل الماكسيموم للمريض. هيدا سيستم الشغل تبع العيادة اللي عم نشتغل فيها. غير الشغل يلي السيرفيس يلي منقدمه للمرضى، عنا اهتمامات أكاديمية وإذا فينا نقول اهتمامات ريشيرش كلينيك. العيادة تبعنا وأنا شخصيا أفيلية على جروب بنعمل كلينيكال ريسيرش، بنعمل شيء اسمه مالتي سنتر ستاديز، يعني بنعمل دراسات بالعيادة عنا وبمركز تاني بإيطاليا، بمركز تاني بغير بلد بالعالم، بمركز تاني بأمريكا، بمركز تاني بأستراليا، بنجمعوا هالدراسات سوا تطلع دراسة أقوى وفيها pool patients أكتر، تقدر تعطي information أكتر على أشياء بعد ما بنعرفها بطب سنين وبزراعة السنين بالتحديد. والأبحاث اللي عم نعملها كمان بننشرها بمجلات علمية، عنا صار 9 publications بمجلات علمية عالمية بأوروبا وبأمريكا. خلينا ننتقل لفقرة لحظات بلا حدود، واليوم حبت سيرين تتذكر معنا مقطع من أغنيتها حط النقط على الحروف وقت أدتها بإحدى البرامج التلفزيونية. نرجع ليوميات بلا حدود ومنكمل نتعرف على دكتور سمراني اللي رح يخبرنا ليش وكيف قبل مع سيرين وفريق بلا حدود انه يساعد إلي مزهر. النشاطات التانية اللي كمان بعملها شخصيا انا لانه عندي حب للتعليم، لانه انا كمان بعلم بالجامعة اليسوعية باليو اس جي،
بعلم بقسم جراحة النيرة وزرع أسنان. بقى هالشغلة أعطيتني شغف التعليم. أنا بصور كتريت الحالات اللي بنشتغلها، بنعملها دوكيومنتاسيون ومنعوزها بمحاضرات، بنعطيها بكورسز بندعى عليها بلبنان وبرات لبنان. بقى عندي هالنشاط كمان. الشهر الماضي كنت بفيتنام، واللي قبله كنت ببولونيا، بعد شهرين رايح على دبي، بعد 4 أشهر رايحين على تايوان. وعندي هالاكتيفيتي اللي هي محاضرات ودورات تدريبية بما يخص علاج جراحة النيرة وزرع أسنان. اتصلوا فيي من فريق بلا حدود، بروجرام بلا حدود، وشرحوا لي انه في عندهم حالة سبيسيال لشخص اسمه إيلي، حالة سنانه فيها مشكلة كتير كبيرة، وسألوني إذا كنت مستعد عالجه بطريقة نساعده أو نقدم له العلاج. ما كان عندنا مشكلة، بالعكس انبسطنا بالفكرة، خصوصا أنه حالة إنسانية. لتتعرفوا أكثر شو صار مع سيرين وإيلي عند دكتور سمراني، ندعيكم لتحضروا الحلقة الرابعة من بلا حدود. أما هلأ رح نروح مع فريق بلا حدود لنتابع وين صاروا مشاريع مسعود حبيب، نشاطات والمشاريع اللي كانوا أطلقوها ونفذوا أجزاء منها بحضور سيرين بالموسم الثاني من بلا حدود. نحن ما نحكي شوي اليوم مسعود شو صار تقريبا من بعد ما بلشنا سيزن 1 وسيزن 2 عن عدة مشاريع عملتوها. نبلش نحكي إذا بدك مع اللي نعمل مع جمعية أجام. خبرنا شوي شو عملتو. إذا في قلك قبل عن مدرسة بعبدة، ألبس تتذكر شو عملنا؟ هو وقتها طلعنا على مدرسة بعبدة عاملين كنا ليبلز للأناني كرمال العالم اللي نظرها شوي ضعيف تقدر تقشع بطريقة أحسن الأنانة تستفيد من هالموضوع. طلعنا جربنا هالإكسبرمنت بمدرسة بعبدة تنشوف تجاوب العالم مع هالموضوع والولاد بالمدرسة. الحمد لله كان تجاوب، يعني كان سهلت لهم حياتهم أكثر، سهلت لهم طريقة التعاطي مع هالأنواع من البرودكتس. بطلوا حاسين حالهم أنه عايزين حدا. عرضنا هالفكرة كمان على الوزارة، جربنا نتصل فيهم كذا مرة بس بعدنا ناطرين رد منهم، يعني بعد ما أخذنا جواب من الوزارة ككل. حبيت كيف حكيونا رجعوا فريق بلا حدود وقعدوا معنا ليشوفوا وين صرنا بالبروجيكت اللي بلشنا فيهم قبل مع سيرين والأكيب. فبلشنا حكينا على السريع عن بعبدة، كيف عملوا مع الأشخاص اللي اشتغلنا معهم مع الموضوع. أما بفقرة لحظات بلا حدود منرجع للموسم الثاني ومنشوف سوا كواليس تصوير فيديو كليب عادي لسيرين، ومندخل للكواليس غير العادية اللي جمعتها مع المخرج جاد شويري. أنا متفاجأ بقدي شهلنا، لأنه سيرين لا أكيد أنا عارفها بروفيسيونال وهيك، بس مش عارف لهالدرجة ممكن هي توفر علينا وقت. يعني بالراكورات كتير شاطرة، مش مضطر حتى أرجع للسكريبت أتأكد إنه الراكور مزبوط، هي بتضلها متذكرة. بعد 3 سنين من بعد حبيبي كتير مبسوطة ومحمسة، جو كتير مهضوم وكتير أخوت وكتير مجنون للحقيقة. واو سيرين شو هيدا؟ شو هيدا؟ نرجع لمتابعة حلقتنا
ومثل ما وعدناكم بالحلقة السابقة رح نشوف سارة الفتاة اللي عم بتساعدها سيرين وفريق بلا حدود للتخفيف من بدنتها بزيارتها الأولى للطبيب. تابعوا معنا هالزيارة وردت فعل سارة دكتور جورج الحاج. هذا الملف تبع سارة. أوكي. هل مش عمليات الماضي؟ لا أبدا؟ مشاكل صحة لا. لا ما في ضغط سكري؟ لا ما في ما في. ليه بعد عندي فحوصات؟ عملت من أمتى؟ زمان تقريبا سنتين. شو زعجك بالنصاحة تبعك؟ شو اللي بيزعجك أكثر شيء؟ ضيق التنفس. في كتير أشياء مثلا ما بقدر أعملها مثل غيري. أي شيء مثلا اللبس بلاقي إنه الناس تلبس لبس حلو، انا لا لازم البس مثلا ثياب لعمر مثلا 40 50 سنه وانا عمري 25، يعني هذا بنقهر منه، يعني بتضايق منه احيانا. يعني بحس انه لما بدي اقوم من الفرش بحس انه ليش انا بدي اقوم بهي الطريقه وغيري. لا ما بدي ابكي. لا سارة لا ماني عم ببكي، انا عامله عمليه بعيوني. انا باكد لك بدمعه لحال. انا باكد لك انه نحن بنوصل لحال، بس أكيد. الحل مش بس عنا، بمشاركتك لألك. أكيد. أوكي. أكيد منحلوا هذا المشكل إذا أنت جاهزة تشاركي معنا. سارة شايفيها عن بالفعل مشاكل كتير قوية، مشاكل انقباط عن النفس وعزلة، بعتقد بدها دفشة نفسية تقدر تعيش ضعفها بفرح، ما تعيشه هيك ومكركبة وخايفة. بده يشوفك طبيب نفس. وأخصائية نفسي، طبيبة غدد وأخصائية جهاز هضمي، بعدين ننتقل للفريق الجراحي اللي نحن كمان مش بس أنا، في كمان معي حدا من الفريق تتعرفي عليهم. بس نحن شو ما عملنا إذا أنت ما شاركتي بنوقع بفشل تقريبا بعد سنتين من العملية. نوصل لآخر فقرة من حلقتنا وهي معجبون بلا حدود، واليوم الهدية هي لوحة لصورة سيرين حاب يرسمها ويقدم ليها اسماعيل دويك من فلسطين. وقت اللي عم بيمر راح وما بيعود.